النائب رئيس نادي الزمالك الاستاذ رؤوف جاسر. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك باشمهندس. عرض لك نقول. الحمد لله. هو مقتنعين بالهزيمه اكيد اليوم؟ نعم. الهزيمه كانت يعني مستحقه يعني وفقا لما رايناه في الملعب فنيا. هو احنا لعبنا مباراه سيئه، ما كناش موفقين، والاهلي يستحق الفوز، ومباراه في كره القدم تنتهي بانتهائها، ومبروك على النادي الاهلي وهارد لك للنادي الزمالك، ونبتدي من جديد ما فيش مشكله. لكن اللي انا عايز اقوله واطرحه حضرتك المنظر اللي عمله روابط النادي الاهلي النهارده، ده بيدعو ده تصرف عنصري. ان انا انت كنت في الملعب؟ لا انا في البيت حضرتك، ويؤسفني ان التلفزيون كمان ركز عليها. اللي هي يعني التلفزيون ركز عليها حضرتك، واكيد كلكم شفتوها، ان النهارده يعمل هلال ناحيه النادي الاهلي ونادي الوطنيه، ويعمل نادي الزمالك في مزبله التاريخ. لا انا مش هتاش. انا مش هتاش يا باشمهندس. كل الناس انا شفتها في التلفزيون في الملعب. صارت جدا جمهور متعلقه يا باشمهندس رؤوف. يا فندم، ده الدخله اللي بيعملها جمهور النادي الاهلي. وبعدين انا بقول اذا تم السكوت على هذا الكلام العنصري والكلام عيب، احنا بنلعب رياضه اولا واخيرا، اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر. وبعدين احنا مفروض علاقتنا مع النادي الاهلي كاداره علاقه طيبه جدا، وبنتعاون لمصالحنا. لكن اللي بيحصل ده ما يصحش وغير مقبول، وانا بنتظر اعتذار من اداره النادي الاهلي عن التصرف الاحمق اللي عمله الناس دي، لان نادي الزمالك. بس هذه الناس مش مسؤوله، يعني ممكن قله مفيش حاجه متعصبه، ولكن انا كمان بطالب اتحاد الكوره باخذ موقف، وبطالب كمان الجهات نادي مختلط للانجليز فقط، اهي انتم مطلعينها على الشاشه وجنبيها في مزبله التاريخ وكروس فوق الاقباط اخواننا، والتفرقه دي تفرقه يعني ده تصرف احمق. لا هي هذه من قله، ونحن ما اعرفش ازاي الكلام ده يتسكت عليه. انا بقول الدوله هتعمل ايه؟ وزاره الداخليه هتعمل ايه؟ النادي الاهلي هيعمل ايه؟ اتحاد الكره يعمل ايه؟ والا افتكروا من النهارده من الذي انا بقولها بس بدون انا هادي جدا، لكن انا بقول لحضرتك خليكم فاكرين مين اللي بدا الفتنه بس، لان النهارده جمهور الزمالك بيشجع لعيبته وكاتب لافتات للاعيبته وعامل دخله لعيبته، ملوش دعوه بالاخرين. انما اللي بيحصل ده ويتم السكوت عليه وكده، دي حاجه لا تليق. واخيرا برضو مبروك للاعبي النادي الاهلي، تفوقوا واستحقوا الفوز، وهارد لك للاعيبه النادي الزمالك، هارد لك لحسام حسن، مفيش مشكله، الجايات اكتر من رايحات، ودي الرياضه وفوز وهزيمه. وشكرا. شكرا باشمهندس رؤوف جاسر متحدث طبعا. ونحن كما قلت اي اسلوب غير رياضي او مقنع نحن دائما نستنكره، سواء من على الزمالك او على الاهلي، فهذه الجماهير قله لا تعبر عن كيان بحجم الاهلي او كيان بحجم الزمالك، فهذه حقيقه. فلابد انت كشخصيه مسؤوله في نادي الزمالك ان تضع هذه الامور دون ان تصعد بنوع من الاحتقان، لان ربما شعله من الفتنه تشعل ربما نارها اكثر لو اخذت بهذا الاسلوب وهذا النظره. لكن اتمنى من المهندس رؤوف جاسر ان ياخذ الامور بكل رويه، يعتبر هذا طيش، لكن اكيد في الحب والوطنية، الزمالك يمثلان أهلي والزمالك يمثلان مصر بشكل عام، هم أسياد أفريقيا، فهذا فخر لكل المصريين. فمعلش أن قلة تكون وتعبر بهذا الأسلوب، هذا لا تمثل الأهلي ولا مصر ولا الزمالك ولا مصر. شكرا.